قرية النبي صالح قرب رام الله، وأثناء المسيرة الأسبوعية التي تنظم فيها، اعتدى جنود الاحتلال على أم وأطفالها الثلاثة أثناء محاولتهم الوصول إلى أرضهم المصادرة في القرية، حيث اعتقل جنود الاحتلال الأم. باستماتة نحو حضن أمهما تندفع عهد ومرح لعلهما تردعان جنود الاحتلال عن اعتقال والدتهما، ولكن جنودا يتحرون السلاح في وجه كل شيء أحالوا دون بقائهما في حضن أم لم تهم يوما عن أولادها بغياب، ليعم الصراخ ويسكن كل شيء أمام ثلاثة أطفال فقدوا أمين معا. قبل كل هذا وقف الأشقاء الثلاثة عهد ومرح ووئام على أعتاب أرضهم التي سلبها المستوطنون في قرية النبي صالح، مصرين إلى الوصول إليها. ومنذ ولادتهم قيل لهم أن لكم أرضا لم تخطوها، يحرس سارقيها جنود ينكلون بمن يقترب من أعتابها. بتحكي منطقة عسكرية مغلقة أطرد المستوطنين، أنا في أرضي، هاي باسم الأرض مكتوبة، إذا ما جبتش لوراكم اسمه خذ اللي بدك إياه. بديش أروح، بخاف أولادي أنا. بدي أقول لك معي. مش راضيين يروحوا، بدهم أرضهم. أطرد المستوطنين. وبطفولة لا تتجاوز العاشرة تحاول الصغرى عهد استعادة والدتها بحوار لا يفضي إلى نتيجة إلا فصل الحق عن باطل لا يملك حق الكلام. مجرايع من الأرض ترجعها، والله لو كنا 20 سنة من مجرايع الأرض ترجعها يا حيوان يا كلب، والله لفظاكم في الإعلام نخلي أهلكم يشوفوا. صراخ هؤلاء الأطفال سيظل باقيا أمام غياب جميع القوانين الدولية التي تجد دائما مخرجا لدموع عهد التي ربما لم تولد طفلة بل ولدت لتندفع بالحق في الرد وفي الكلام. أجود جردات، تلفزيون فلسطين. وفي سياق متصل أصيب